صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، نعيش في أجواء وطنية جميلة. تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بخمسين عاما من التميز والإبداع والإنجازات وكذلك الازدهار. في جميع المؤسسات وفي بيوتنا وفي شوارعنا نرى احتفالات اليوم الوطني. أعزائي المستمعين، خمس عقود مضت وبانتظار خمس عقود قادمة على دولة الإمارات من التميز ومن الازدهار وكذلك من الأمن والأمان. دائما في دولة الإمارات أعزائي المستمعين نتطلع لمستقبل أجمل وأفضل. لذلك اليوم في برنامج صحة وسعادة بنتكلم عن إنجازات جميلة حققتها هيئة الصحة بدبي. سنتحدث مع أفراد ربما يكونون مجهولين عندكم، أفراد يساهمون بشكل فعال في إبراز جهود هيئة الصحة في دبي، وكذلك هم من عنصر الشباب. واليوم أيضا أعزائي المستمعين بنتناول وبتكون معنا الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في هيئة الصحة بدبي، وبتكلمنا الأستاذة منى تهلك عن إنجازات مستشفى لطيفة في السنوات الماضية وكذلك الإنجازات القادمة للمستشفى. وأيضا بتكلمنا عن رئاستها للاتحاد الدولي للمستشفيات وكيف سيعكس رئاسة الدكتورة منى تهلك، كيف ستعكس هذه الرئاسة للمجلس الدولي لاتحاد المستشفيات على الصحة في الإمارات وفي الشرق الأوسط. اليوم أعزائي المستمعين خبرنا يقول عبر وسم ومضات قيادية محمد بن راشد، هدفنا الأساسي صناعة المستقبل وإسعاد الناس. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الإمارات لديها أكبر وأفضل فريق عمل واحد، مشيرا سموه إلى أن هدفنا الأساسي صناعة المستقبل وإسعاد الناس. وقال سموه في فيديو عبر وسم ومضات قيادية على حسابه في إنستغرام، دولة الإمارات عندها أكبر فريق عمل واحد وأفضل فريق عمل واحد، طلابه ورجاله وموظفوه. هدفنا الأساسي صناعة الأمل وصناعة الحياة وصناعة المستقبل وإسعاد الناس. وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصل العمل الحكومي إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية بأدوات أبرزها تميز الأداء والابتكار والعمل بروح الفريق الواحد واستشراف المستقبل واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان. وأسس سموه منظومة متكاملة من التميز والجودة في أداء العمل الحكومي تلبي تطلعات المتعاملين مع الخدمات الحكومية وتحقق رضاهم وسعادتهم عبر تقديم خدمات ذكية على مدار الساعة تتميز بالسلاسة وسهولة الاستخدام. وبفضل النهج القيادي والتنموي لسموه أضحت الإمارات مضرب الأمثال في صناعة لبنات المستقبل بعد أن أصبحت وجهة عالمية للمبتكرين ومنصة تجمع أفضل العقول ضمن القطاعات الاستراتيجية ومركزا لاستشراف الغد وصناعته لتخطو على نهجها العديد من الدول. أعزائي المستمعين، وبعد خبرنا لليوم بننتقل لمستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتي أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. على كل المستمعين إذاعة نور دبي، أهلا فيك أسماء.
أسمى اليوم صباحنا إماراتي مميز، شهدنا احتفالات جميلة لهيئة الصحة بدبي صباح اليوم، وأيضا نبات تتكلمين عن هذه الاحتفالات، وكذلك تكلمين عن شو هي مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي احنا نسويها احتفالات في كل المراكز التابعة لهيئة الصحة في دبي، بديناها بمسيرة من مستشفى راشد لمركز الابتكار، وبعد موجودين قاعدين ننتقل من مكان لمكان ونحتفل مع المراكز والأطباء وأيضا جميع الكوادر الموجودة فيها، من مركز الأخصاب، نادي الحمر، مستشفى راشد، مستشفى لطيفة، وأيضا مستشفى دبي، وأيضا مركز الابتكار مثل ما قلنا. نعم أسمى، هل عندك لنا أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي حابة أن المستمعين يعني يسمعونها أو يعرفونها؟ من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي هي كنا حاطين حملة توعوية سوتها هيئة الصحة بدبي، وهي حفلة أو مثل حملة تضمنت عندك عدد من الجلسات الحوارية وأيضا الفحوصات المجانية، وكانت خاصة حول صحة الرجل، وهي كانت هاي اختتام لجميع الندوات والورش والمشاركات اللي سوتها هيئة الصحة من بداية شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر نوفمبر. نعم، فأسمى كانت طبعا هذه الفعالية مقامة في حديقة البرشة، كيف لقيتوا التفاعل مع أفراد المجتمع في هذه الحملة؟ التفاعل كان وايد كبير لله الحمد، والحلو ان الحضور فعلا يو استفادوا من المحاضرات الموجوده. المحاضرات يعني يمكن كان يعني الاول من نوعها في من الفعاليات اللي يعني تم توجيهها للجمهور، ومن ضمنها كانت الجلسات من 4 لين الساعه 9 ما وقفت من المحاضرات والورش وايضا الاستشارات المجانيه. حتى نحن هذا بالنسبه للحمله، لكن نحن نبغى ننصح ونوجه نصيحه لجميع الأشخاص اللي راح يحتفلون باليوم الوطني، هو أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى في خلال الاحتفال، مثل لبس الكمامة، وأهم شيء لبس الكمامة، تعقيم اليدين باستمرار والتباعد الجسدي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسمى الجناحي، وأتمنى لك أيضا الصحة والسعادة. الله يحفظك. أعزائي المستمعين، ما زلنا مستمرين بفقرات برنامج صحة وسعادة، ولكن بعد الفاصل بنحدثكم عن أحد شباب الإمارات اللي لهم دور بارز في هيئة الصحة في دبي، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. برنامج صحة وسعادة يأتيكم يوميا من يوم الأحد ليوم الخميس من الساعة 10 للساعة 11 صباحا. نكون معاكم نتناول مواضيع صحية مهمة تهمكم وتهم كل أفراد المجتمع، واليوم برنامجنا مخصصين يعني فقراته للاحتفال باليوم الوطني 50، وهذا طبعا ما يمنع أنكم تشاركونا من خلال الرسائل النصية القصيرة على الرقم 4006 أو من خلال المكالمات على رقم 600551414. اليوم أعزائي المستمعين، مثل ما في هيئة الصحة في مسؤولين كبار ومدراء تنفيذيين دائما يظهروا لكم في الصورة وتعرفونهم وتعرفون أساميكم أساميهم، هناك أيضا يعني مثل ما نقول جنود مجهولين يعملون لإبراز دور هيئة الصحة في دبي في جميع المناسبات، سواء المناسبات الوطنية أو المناسبات الاجتماعية. ومن ضمن هؤلاء الأشخاص أحد شباب الإمارات اللي حمل شغفه بعد دراسته الجامعية المتخصصة لاحتراف فن الفيديو والمونتاج، من خلاله نجح في توثيق ملامح عدة من إنجازات الدولة، وهذا طبعا ليس بحكم وظيفته فقط، بل لحماسه المتواصل لتصوير أجمل ما يمكن إظهاره في بلادنا والتعبير عن مشاعر فياضة من خلال الفيديوهات اللي صورها معانا دائما. اليوم بنستضيف معانا الأخ عبد الله الشرهان، متخصص الإنتاج الإعلامي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أخوي عبد الله.
صباح الورد والنور السرور اختيام، يا مرحبا فيك. اهلا فيك عبد الله. عبد الله يمكن انت مو مشهور وايد عند المستمعين عندنا في اذاعه نور دبي، ولكن لازم نقول ان لك دور كبير انت وفريق العمل في اداره في قسم الاعلام الصحي. دوركم كبير في إبراز منشآت هيئة الصحة في دبي بصورة جميلة، إظهار الفيديوهات التوعوية سواء في المناسبات الاجتماعية أو المناسبات الوطنية. اليوم أخوي عبد الله الصراحة الفيديو اللي يعني اشتغلت عليه يمكن خلال مدة قصيرة جدا، شهدت أنا رحت للمناسبة اليوم عشان أشوف هالفيديو لأني بقابلك وأبي أتكلم بصراحة يعني عن رأيي. الفيديو اللي يتكلم عن الصحة تاريخ ومستقبل. عبد الله في هذا الفيديو خذيتنا في رحلة جميلة أنت والأستاذ خالد الجلاف مدير إدارة الاتصال المؤسسي لتاريخ الصحة في دبي وفي الإمارات بشكل عام. فشو شعورك عبد الله وأنت الشخص المنتج لهذا الفيديو؟ أول شيء شكرا على الاستضافة أختي آمنة. سامحني عن مقدمة طويلة، ولكن يعني عبد الله لأنك من الشباب المجتهدين وعرف إيش كثر تشتغل بحب وشغف لهذا العمل. شكرا. لا بالعكس، هذا لأن الحكومة أعطتني إن استقني أنا أتوظف في هذا المكان، والمدراء والزملاء وكل اللي موجودين في صحة دبي أعطوني ثقة أنا يعني أنا أبرز الهيئة بصورة مميزة ولا بصورة مبتكرة، أن نحن ممكن يعني نسوي تأثير بدل ما أنه يكون فقط فيديو منتشر أو فقط فيديو مرفوع على الإنترنت، نخليه مؤثر يعني، لأنه هو في النهاية جهد هني وجهد هناك، فالواحد يحاول يثمر في هذا الجهد أنه يكون له تأثير يعني صدى كبير. وقصة الفيلم هذا أنا تقريبا كملت الحين داخل على 7 سنة في صحة دبي، وصراحة يعني الدافع أنه يخليني أبقى وأحفز الباقيين أنه يدخلون صحة دبي، أنه لم دافع كبير أنه يحفزون الشخص أنه يتطور ويبدع، ما يحطوا له جدار، ما يحطوا له شيء قدامه، يقولوا اطلع برا على الصندوق، روح انطلق. اليوم اشتغلت يعني أنا لين الحين يمكن واعي من الحماس، أمس كان عندي الفيديو ياس اشتغل عليه واضطريت أني أنا أواصل، لأنه واجهني تحدي الوقت أن أنا لازم أنتج فيديو 10 دقائق وشرط أنه يكون سينمائي ومؤثر، هذا يحتاج لجهد. لكن صحيح. أنا هذا اعتبرت التحدي جميل جدا يعني، وأنا أحب التحديات، إذا الواحد ما يأتي التحديات ما لمز الشغل أنه يكون موجود وبس يسوي شغلة العادي، لازم يرص على عمره عشان يتعلم. فوق كل هذا عبد الله ما رفضت أيضا طلبنا لاستضافتك، مع أني أتوقع أني يمكن مو بنايم عبد الله. صحيح، لين الحين واعي بالعكس لكل شيء لحد إعلامي، وجزيل الشكر للأستاذ خالد أن أعطاني المكتبة اللي عنده من المعلومات من أيام الأمويين والعباسيين وحتى تراث الإمارات كيف بدأ على الطب وهذه الأشياء، فمن اكتشفت هذه المكتبة أنا كنت يعني أحتاج هالمواد وكنت أبحث عنها، وسبحان الله أستاذ خالد يمياني شرح لي الموضوع على حاولتني أنمي الموهبة اللي عندي اللي هي المستقبلية، وأن أنا أكون دائما مؤثر وأدرج فيها الماضي، وكان مشروعنا أنه هي 50 سنة قبل وصحة دبي بعد 50 سنة إن شاء الله. نعم، وعكستها عبد الله خير يعني انعكاس، كان الفيديو جميل ومؤثر. يعني أنا الصراحة عبد الله دخلت على الفيديو على بداية الفيديو شدني لدرجة إن أنا نسيت أجلس، حتى يعني أنا واقفة 10 دقائق أنا واقفة أحاول ألقط لقطات حلوة للفيديو. صوت الأستاذ خالد أيضا ما ننسى كان له دور كبير في الفيلم، كذلك مثل ما ذكرت عبد الله الموسوعة اللي يمتلكها الأستاذ خالد الجلاف من المعرفة والثقافة والعلم. جميل أن أنتوا تتحدون مع بعض لتنتجون فيلم مثل هذا. عبد الله ممكن نشوف هذا الفيلم؟ يعني هل ممكن أنه ينزل على وسائل التواصل الاجتماعي بيشوفون الناس بيتعرفون عليه، ولا هذا الفيديو كان مخصص للاحتفال باليوم الوطني 50؟ أبدا نحن إذا ما نسوي منتج وعياب الناس ليش ما شارك فيهم، وإن شاء الله بيكون إن شاء الله بينزل في يوتيوب هيئة الصحة في دبي، إن شاء الله بيكون من أول المنتجات اللي هي نسميها شبه سينمائية لأن الصور أكثر شيء، لكن يعني بتكون من أول منتجات لأن إحنا نفتخر إن إحنا ننزلها على اليوتيوب ونراوي الناس كيف كانت صحة العرب قبل 50 سنة وكيف تكاتفوا الخليج كله إنهم ينمون الصحة، وكيف دبي
تبنت الصحة وخلتها يعني رمز من الرموز اللي حاليا نحن نعتبرها من أقوى الأشياء اللي في الإمارات موجودة، وأثبتت جدارتها في كوفيد 19. يعني فترة الكوفيد يمكن أثبتت الدراسات والموظفين والتخصصات اللي كانت موجودة لها، كلها يعني كل تخصص له فايدة كان في كوفيد 19. ونحن برزنا هذا طبعا في الفيلم، يستاهلون لكل دكتور، لكل نيرس، لكل حتى إداري، لكل سائق سيارة كان يوصل ويسوي، لكلهم لهم حق إعلامي وما قصروا في فترة الكوفيد. نحن علينا نحن نبرز هذا الجهد الإعلامي ونطلع برا. نعم عبد الله، أكيد يعني جهودكم وجهود يعني جميع الموظفين في هيئة الصحة في دبي كانت جهود متكاملة، اشتغلتوا إيد بإيد، وهذا اللي شهدنا أيضا في نهاية الفيديو مثل ما ذكرت، شهدنا لقطات عن تحدي كوفيد 19. نحن في الإمارات دائما كل شيء نسميه تحدي ونتحدى. وأيضا عبد الله حبيت فيك روح الحماس وروح أنك تنتج هذا الفيديو في مدة، يعني الناس ما تتوقع يعني كيف كانت تقصيرة. أنا توقعت الصراحة عبد الله أن في آخر لحظة يتم إلغاء هذا الفيديو، أنا قلت مستحيل يعني فيديو بهذا الزخم وبهذه المعلومات وبهذا التاريخ، يعني تاريخ الصحة من البداية، من يعني من بداية تاريخ الصحة في الإمارات وفي دبي إلى أين وصلت الصحة في دبي، يعني فيديو كبير ويحتاج جهد. عبد الله خبرنا، يعني أنت ذكرت الدافع اللي يجعلك دائما شغوف للعمل وشغوف لإنتاج فيديوهات ومحتوى جميل، محتوى مرئي نقدر نقول جميل في هيئة الصحة في دبي. خبرنا عبد الله تطلعاتك أنت للخمسين القادمة بإذن الله. أعتقد أنها بتكون التحدي كبير يمكن للكل، لكن احنا في الإمارات دائما متعودين على التحدي ودائما ان شاء الله بنهزمه، ولو ما قدرنا نهزمه ما نعتبره انه فشل، بالعكس نحن نعتبر هذا درس تعلمنا منه عشان ان نحن نتغلب عليه المره الجايه. وتاريخ الصحة يعني لو نتكلم عن 50 سنه قبل وحاليا، نحن نتكلم عن نحن حاليا نتصدر دول، يعني في مثلا تخصصات العظام، في الاشعه التداخليه، يعني نحن يعني جدا جدا طالعين تونا، يعني نفس ما يقولون إن في الساحة وخمسين سنة، لكن نحن جهودنا والإبرازات اللي برزوا فيها الهيئة ما شاء الله تعدت الأوصاف للناس إن يشوفونها في يعني في العالم. ونفس ما قلنا اختيامنا الإعلام يمكن دوره صغير فقط، لكن الإبداع هو الدور الكبير، كيف إن الواحد ممكن يخلي هذا المنتج مؤثر ويرسله للكل برا على البلاد، مو بس في البلاد عندنا نحن. نعم أكيد عبد الله، هل هناك ممكن نشوف إنتاجات أكثر لليوم الوطني، يعني مواد أكثر ستعرض على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي؟ أكيد إن شاء الله عندنا تغطيات لعياداتنا وتغطيات لمراكزنا التخصصية ومستشفياتنا وكل تقريبا قطاعاتنا إن شاء الله بنغطيها، وبتكون إن شاء الله نازلة في السوشيال ميديا، والفيديو إن شاء الله بالتحديد ممكن نحن نسوي للإنستغرام والتويتر وهالأشياء، نسوي يعني الناس ما يقولون فيديو مصغر من الفيديو الكبير، وبنحط لهم اللينك لليوتيوب إنه يشوفون إن شاء الله. أكيد أخوي عبد الله، أنا صراحة فخورة يعني بأنك فرد من أفراد فريق الإعلام الصحي، دائما تشجعنا على الإبداع والتميز، حبينا نستضيفك اليوم لنسلط الضوء عليك جندي مجهول. شكرا لك أخوي عبد الله الشرهان، وأيضا ما أنسى أشكر فريق العمل معك، نشكر الأخ صلاح والأخ نديم وكذلك الأخ حسن وكذلك أسمى الجناحي، جميعكم تشتغلون يعني بروح الفريق الواحد، شكرا لكم على إنتاجكم، إنتاج جميل لليوم الوطني، وأكيد نتريى راي المستمعين في هذا الفيديو بعد ما ينزل على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك أخ عبد الله شرهان. شكرا أختي أمل وما قصرت. شكرا لك. أعزائي المستمعين، من إنجازاتنا الجميلة اللي يقوم بها عبد الله الشرهان واللي نقلها لنا عبر الفيديو اللي إن شاء الله بننشره لكم على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تنسون تتابعون حساب هيئة الصحة في دبي واللي هو DHA_Dubai، تعرفون كل احتفالاتنا باليوم الوطني 50. أعزائي المستمعين، فقراتنا مستمرة وفقراتنا القادمة أجمل وأجمل، نحتفي بالمرأة الإماراتية بكل فخر واعتزاز بعد هذا الفاصل، تريونا. صحة وسعادة.
رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن احتفالاتنا باليوم الوطني 50، وفي هذه الفقرة بنتكلم عن قدرات المواطنين الذين أثبتوا تفوقا ونجاحا لافتا في مختلف المجالات محليا وعربيا وعالميا، ومنها وبالتأكيد المجال الطبي الذي حققت فيه الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في هيئة الصحة بدبي إنجازا عالميا غير مسبوق على المستوى المحلي والعربي، وهو فوزها الكبير المستحق في انتخابات الاتحاد الدولي للمستشفيات لتتولى بهذا الفوز رئاسة مجلس الاتحاد، هذه المنظمة الدولية المرموقة المسؤولة عن تطوير سياسات وبرامج المستشفيات في العالم. الدكتورة منى تهلك معنا اليوم ليس للحديث عن إنجاز شخصي، بل للحديث عن إنجاز كبير للمرأة الإماراتية والعربية، وللحديث عن الرعاية الكريمة والدعم اللي توفرها دولة الإمارات للجميع وبمن فيهم المرأة الإماراتية اللي وصلت لأعلى المناصب والمسؤوليات. صباح الخير دكتورة منى. صباح النور، هلا عزيزتي. أهلا فيك دكتورة، يسعدني ويشرفني أن استضيفك اليوم معاي في برنامج صحة وسعادة. أنا عارف أنك إنسانة يمكن ما تحبين الظهور الكثير، ولكن يعني هذا الإنجاز الكبير اللي حققتي لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات مستحيل يعني يمر مرور الكرام بدون ما نستضيفك معانا دكتورة. حبيبتي ذات الله خير، وأنا أسعد والشرف لي، وهذا الإنجاز مثل ما ذكرتي إنجاز للدولة، صدقيني هاي دولة الإمارات وافتخر أني إماراتية. شكرا لك دكتورة. دكتورة، نحن أيضا بإنجازك هذا شعرنا بالفخر والاعتزاز. يمكن ذكرنا خبر فوزك في برنامج صحة وسعادة ذكرنا بكل حب واعتزاز وافتخار، من امرأة إماراتية لامرأة إماراتية أخرى يعني شعرنا بهذا الفخر. دكتورة، يمكن كثير من الناس أو من عامة الناس ما يعرفون شو يعني أن الاتحاد الدولي للمستشفيات، وشو يعني وجود دولة الإمارات العربية المتحدة مثل ما نقول في قمة هذا الاتحاد ولرئاسة هذا الاتحاد الدولي، فممكن تعرفين المستمعين على هذا الموضوع دكتورة؟ إن شاء الله حبيبتي. الاتحاد الدولي للمستشفيات طبعا منظمة دولية غير حكومية بأعضاء من أكثر من 100 دولة. تأسس هذا الاتحاد منذ عام 1947، يعني نتكلم عن أكثر من 70 سنة، بوصفها هيئة تجمع المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. مقرها في جنيف في سويسرا. هي تتولى التطوير والمحافظة على روح التعاون والتواصل فيما بين هذه المستشفيات، مع هدف أساسي غرضه تعزيز سلامة المرضى وتحسين الصحة في المجتمعات طبعا يجمع الاتحاد الدولي رابطة المستشفيات في دول العالم، وهي محطة لنقل المعرفة والخبرات بين الأعضاء في هذا الاتحاد. واليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى ودعم القيادة، وجود دولة الإمارات على قمة هذا الاتحاد هو إنجاز مهم، يضاف إلى رصيد تفوقها وسجلها الصحي المميز على الساحة الصحية الدولية، وأن الدولة قطعت شوط كبير ومهم على طريق الرفاه الصحي وعلى طريق الاستدامة والتنافسية العالمية في هذا المجال الحيوي الذي تسعى فيه للوصول إلى نموذج صحي من الطراز الأول. نعم دكتورة، طبعا هذا الإنجاز مثل ما ذكرتي يجمع يعني مثل ما نقول تجمع للخبرات وتبادل المعرفة، فحدثينا دكتورة عن إضافة المهمة لدولة الإمارات اللي يمكن أن تقدمها خلال هذه الفترة من توليك رئاسة هذا الاتحاد. طبعا يمكن تعدين مسؤولة عن سياسات وبرامج تطوير المستشفيات في العالم، فشو بتكون تطلعاتك دكتورة منى؟
طبعا الدولة أثبتت اليوم للعالم دورها الفعال في القطاع الصحي، كما أنها أثبتت تفوقها في السيطرة على الجائحة والموازنة بين تبعات الجائحة والحياة الطبيعية. فإحنا اليوم في دولة الإمارات نموذج ناجح للتصدي لهذه الجائحة من خلال الاتحاد الدولي طبعا للمستشفيات. تستطيع دولة الإمارات مشاركة العالم هذا النجاح ونقل هذه المعرفة وهذه التجربة. اليوم إحنا نتعامل مع في الاتحاد الدولي مع منظمات دولية كثيرة، من أهمها منظمة الصحة العالمية، ونقل هذه المعرفة وهذه الخبرة بيكون لها أثر كبير في يعني تعريف العالم باللي سوته دولة الإمارات، عشان هم يقدرون يعني مثلا يطبقون هالأشياء أو يتعلمون من تجاربنا حق أزمات يعني الله لا يجيبها لكن للمستقبل. نعم دكتورة، أكيد دور دولة الإمارات سيكون مهم، ودوركم أيضا دكتورة في عكس يعني جهود الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المنظمات يعتبر كبير. دكتورة، يمكن بعيدا عن كونك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، يعني عرفنا أن كان لك شغف يمكن مثل ما ذكر لي من الصف الرابع وانت حابة تكونين طبيبة. دكتورة الآن أنت طبيبة ورئيس الاتحاد الدولي للمستشفيات ما شاء الله، فشو ممكن يكون تأثير نقول البيئة المحيطة وتأثير القيادة الرشيدة وتأثير يعني كل هذه المعطيات عليك اللي خلاك أن أنت توصلين لهذا المنصب؟ طبعا رعاية الدولة، دولة الإمارات الله مبارك قطعت شوط كبير في مجال تنمية رأس المال البشري وتمكينه، وضعت قيادتنا الرشيدة المتفوقين على رأس سلم اهتماماتها، وتبنت أفضل ممارسات وأنظمة وسياسات الموارد البشرية العالمية، وهو ما أوصلنا سبحان الله إلى بناء طاقات بشرية وطنية قادرة على إدارة وتسيير عملية التنمية الشاملة التي تحقق الرفاه لشعبنا. بالنسبة لي لا ننسى دعم الدولة والقيادة في إكمال مسيرة العلمية، فهذا فضل من الله علي ثم فضل القيادة الحكيمة. نعم، فأكيد دكتورة للقيادة الحكيمة وأيضا لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة الفضل الكبير، وخاصة لأيضا نقدر نقول المتفوقين. دائما كنا يعني المتفوقين عندهم مكانة مميزة، يعني أنا دكتورة يمكن حديثك هذا ذكرني أني يمكن أنا وزميلتي سجلنا مع بعض في الجامعة، ولكن هي كانت تدفع رسوم الجامعة وأنا ما كنت أدفع لأني كنت الحمد لله يعني متفوقة، كنت دائما استانس يعني هم يسون بالساعات يدفعون ويسون ينتظرون، تعرفين موضوع الدفع طويل وعريض، ولكن دولة الإمارات اعطت للمتفوقين يعني قيمة واعطتهم مكانة. يعني درسنا الحمد لله في جامعات الدولة بالمجان وكذلك في افضل الجامعات. فدكتورة اليوم لو في هناك طالبة إماراتية تحلم بوظيفة مرموقة او رائدة في احد المجالات، شو بتكون نصيحتك لها؟ طبعا ما شاء الله أصبحت المرأة الإماراتية يعني في مكانة مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي بفضل المساندة والدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات في مختلف القطاعات طوال المسيرة المباركة للدولة بدعم وتشجيع من القيادة ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات. هذا كله مصدر فخر واعتزاز وحافز على مواصلة العمل لتوسيع دائرة مشاركة المرأة على خلفية ما أثبتت من جدارة وكفاءة نوعية في تحمل المسؤولية في مختلف القطاعات. اليوم المرأة الإماراتية تقلدت مختلف المناصب والوظائف بجدارتها ونجاحها، وبالطبع دعم من القيادة الرشيدة، فلكل مجتهد نصيب، ونحن اليوم في نعمة أنا أسميها والله نعمة دولة الإمارات الله يحفظها قيادة وشعبا، فلا مستحيل على هذه الأرض الطيبة. أدعو كل طالبة بالجد والاجتهاد والتفاني لخدمة هذا الوطن الغالي.
نعم دكتورة، أكيد كلماتك كلمات لها وقع كبير في القلوب، وكلمات نقدر نقول مؤثرة ممكن لكل يعني من يستمع لها أن يتأثر. دكتورة ذكرتي نقطة جميلة، قلتي أن المرأة الإماراتية وصلت لما وصلت إليه بجدارتها، يعني ليس فقط الحكومة تدعم ولكنها تدعم لما ترى في المرأة الإماراتية من تفاني ومن العمل ومن أيضا الجدارة والاستحقاق لهذا الدعم. دكتورة نعرف أن المرأة الإماراتية أثبتت يعني تفوق ملحوظ في المجال الطبي على وجه التحديد، ونحن الحين نطلع إلى 50 عام جديدة من عمر دولتنا وغد أفضل وأكثر إشراق، فشو تقولين أيضا للطالبة اللي تدرس الطب، يمكن من أصعب نقدر نقول التخصصات الطب، فهل وأيضا نحن الحين نمر يعني بظروف استثنائية نحتاج فيها أكثر للكادر الطبي وبالأخص كادر طبي إماراتي نقدر نقول يشرفنا ونعتز فيه، فهل طالب الطب الآن دكتورة توجهي لها كلمة، لأن نحن نعرف أن هذا التخصص صعب ومحتاج جهد واجتهاد. صحيح، المرأة الإماراتية دائما ما تثبت نجاحها سبحان الله وتفوقها وتؤكد أهميتها أينما حلت، وخاصة في المجال الطبي اللي اليوم يسخر بقوة مواطنة لها خبرتها وتميزها وعلى درجة عالية من الكفاءة العلمية والمهنية والشخصية. ونحن بحاجة إلى المزيد من الكوادر المواطنة في التخصصات الطبية الدقيقة لمواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة للـ50 عاماً الجديدة، وهو ما يكفل نجاح النظام الصحي ويدفع بتطوره لتحقيق الاستدامة والتنافسية العالمية في هذا المجال الحيوي. مهنة الطب مهنة إنسانية تحمل الكثير من معاني العطاء ومساعدة الإنسان في أضعف حالاته، مجال يسخر بكثير من المستجدات والأبحاث، مجال علمي واستكشافي لحياة بشرية أفضل. أنصح كل طالبة لديها هذا الشغف والحب لهذه المهنة وهذا المجال أن تجتهد وتثابر وإن طالت سنوات الدراسة وإن صعبت الدراسة والتخصص، لأن ثمارها جدا مرضية وجميلة. نعم دكتورة منى تهلك، ربما يعني وقت أيضا هذا البرنامج لا يكفي أيضا للحديث عن كل ما تقدمينه دكتورة، هناك أيضا لا ننسى على جانب على هذا في هذا الموضوع مستشفى لطيفة. دكتورة هل هناك تطلعات جديدة للمستشفى ورؤية أفضل للـ50 عام القادمة؟ حلمنا مستشفى لطيفة أفضل مستشفى في العالم بإذن الله تعالى، نمبر ون إن شاء الله يا رب. واحد طبعا طموحاتنا ما لها نهاية، دائما في تطوير وفي تقديم الأفضل إن شاء الله لمتعاملينا في المستشفى. نعم دكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في هيئة الصحة في دبي، شكرا لكم على الخدمات الطبية الجميلة اللي تقدمونها في مستشفى لطيفة كأحد المتعاملين وليس كأحد الموظفين في هيئة الصحة في دبي. وأيضا دكتورة منى تهلك نشكر لك أنك جعلتي المرأة الإماراتية في منظمة الاتحاد الدولي للمستشفيات وليس فقط يعني عضو في هذه المنظمة، نحن نفخر ونعتز بأن ترأس هذه المنظمة امرأة إماراتية. شكرا لك دكتورة على هذه المشاركة الطيبة أيضا. شكرا عزيزتي، بارك الله فيكم. تسلمين دكتورة، شكرا لك. أعزائي المستمعين، مشاعر الحب ومشاعر الامتنان ومشاعر الانتماء لهذه الدولة العظيمة تغمرنا ويغمرنا الحديث عنها، ولو تحدثنا عنها لحلقات متواصلة ربما لا نكفي حق دولتنا علينا. ولكن اليوم التفتنا للمرأة الإماراتية التي تعكس نقدر نقول نموذج مشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك عكسنا شباب دولة الإمارات العربية المتحدة اللي لهم دور كبير في نقل سمعة طيبة عن دولة الإمارات العربية المتحدة وفي عكس
يعني صورة جميلة للشاب الإماراتي الطموح اللي ممكن يبرز في أي مكان يتواجد فيه، وكذلك للمرأة الإماراتية اللي ممكن أنها لا تشارك فقط في الفعاليات ولكن تثبت وجودها وتترأس منظمات دولية كبيرة. يعني في نهاية برنامج صحة وسعادة أشكر جميع الموظفين في هيئة الصحة في دبي، الموظفين قصدي من هذه الموظفين وليس فقط هيئة الصحة في دبي ولكن الكادر الطبي اللي شهدنا وجودهم في يعني في جائحة كوفيد 19. أنا لا أنسى أبدا، ويمكن ما أذكر اسم الشخص اسم هذه الدكتورة بالضبط، ولكن كان هناك يعني دكتورة أثناء إصابتي بكوفيد 19 كانت ليلة عيد الفطر، ولكن هذه الدكتورة كانت في مناوبة في مركز الممزر الصحي، استقبلتني بحفاوة بما أني كنت يعني بروحي في المستشفى بحكم إصابتي يعني بكوفيد، ولكن استقبالها وترحيبها فيني وكذلك المعاملة الطيبة اللي وجدتها من مركز الممزر الصحي، وكذلك أيضا الكوادر الوطنية اللي كانت تقف في استقبال يعني المواطنين أثناء الجائحة. كل هذه القصص عشناها على أرض الواقع ورأينا كوادر وطنية مشرفة. شكرا لكل مرأة إماراتية عكست صورة جميلة لنا في كل المحافل الدولية. أعزائي المستمعين، وصلنا معاكم لختام برنامج صحة وسعادة لليوم، ولكن نحن مستمرين بإنجازات أجمل وأفضل في الحلقات القادمة من برنامج صحة وسعادة. أعزائي المستمعين، في نهاية برنامجنا لليوم أتمنى أن نكون عند حسن ظنكم، وأتمنى أن نكون قد نبنى لكم نماذج جميلة تتكلمون فيها مع أهاليكم اليوم، تعكسون هذه الإنجازات في مجتمعنا. أو أيضا ما أنسى أن أشكر وجزيل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك من نور دبي أشكر مخرجنا المبدع سعيد المر، وفي التنسيق والمتابعة معاي زميلتي ميرا الخفلي، وكنت معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة.